بسم الله والحمد لله والصلاة على الواحد أمين. أشكر ربنا على وجودي معكم النهاردة ودعوة سيدنا أن يكون معكم في كنيسة مريمينا. في الإنجيل النهاردة بيقول أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم تحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. يعني هو ده كان المسيح بيتكلم على أن هي وقت مش هنشوفه فيه، وقت الصليب، فلما يغيب عننا هنحزن، وبعدين لما يرجع بعد القيامة نشوفه تاني فنفرح. فحط قاعدة إن لما يكون المسيح في حياتنا بنفرح، يغيب نحزن. ولكن السؤال كيف يتحول الحزن إلى فرح؟ إن المسيح ما كانش موجود أو ما كناش شايفينه وبقينا شايفينه. فأول حاجة تخلي الواحد يتأكد إن هو، يعني لو سألت أي واحد النهاردة مالك كده متضايق ليه مكشر ليه، هتلاقيه ايه مغموم كده وعايش بالعافيه، يعني عامل ايه اهو الحمد لله كويس، عامل ايه ماشي، تلاقيه كده يعني بيبلع نفسه العيشه مش فرحان. تلميذي عمواس كانوا كده، كانوا في حاله احباط لان كان عندهم رجاء في حاجه كبيره قوي ان المسيح ده هو اللي هيخلصهم من الرومان وهو ده اللي هيعمل كل حاجه، وفجأة اليهود قدروا عليه وصلبوه، فقالوا كنا مزمعين انه يصنع خلاص. كانوا ماشيين محبطين وبيضربوا كف على كف وحاسين ان احنا يعني جات لنا خيبة امل، زي ما يكون الواحد كان عشمان في حاجة قوي وفي الاخر طلع عشم وغلط، فمحبط زهقانين ورايحين يستخبوا وخايفين. فالمسيح مشي معاهم في السكة وعمل نفسه مش عارف الحكاية، وقعد يشرح لهم من الانجيل، من الانجيل مش المسيح قال وقال وقال واتقال عنه في نبوات، وفي الاخر هو قال ان انا هقوم، وابتدى يقول في الاخر لما انفتحت اعينهما وعرفاه فرحوا قوي ورجعوا تاني. هم كانوا رايحين يستخبوا، رجعوا مشوار تاني فرحانين، وتحول الحزن لفرح. يبقى اول علاج ان يتحول الحزن لفرح الانجيل ودراسه الانجيل. عشان كده اللي غايب عن الانجيل ودراسه الانجيل غالبا هيكون تعيس وحزين. اول علاج اقرا في الانجيل كتير. في واحد يقول انا لما بكون متضايق امسك انجيل اقعد اقرا لي ساعه احس بعدها انا ارتحت، حتى لو ما فهمتش كل الكلام اللي قريته. اول علاج لكيف يتحول الحزن الى فرح قراءه الانجيل ودراسه الانجيل، زي ما حصل مع تلميذي عمواس لما المسيح قعد يشرح لهم واحده 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 في الاخر فرح. تاني علاج للحزن والكآبه وكيف تتحول الى فرح اننا نصدق في مواعيد الله. مش الانجيل كل مواعيد؟ افتكر لك كم وعد منه وقول انا مصدق ان الكلام ده هيحصل. انت قلت تعالوا الي جميعا متعبين وانا اريحكم، انت قلت ان قشتكم على كفي، انت قلت شعره من رؤوسكم لا تهلك. وعود التمسك بالوعود والتذكر فيها، انك تفتكرها، ده يخلي الواحد فرحان. انما الشك يخلي الواحد مش فرحان. هو معقوله؟ مش كل واحد بتحصل معاه معجزه، ادينا بنصلي وما فيش فايده، ادينا عملنا كل حاجه. فالتشكيك ده زي توما. توما لما كان بيشك جه المسيح وقال له تعالى حط ايدك، انت شاكك ليه؟ افرح، كلهم فرحانين بالقيامه، ولان انت شاكك مش فرحان تعالى شيل الشك اللي عندك وانت تفرح. فتشال الشك فرح. التشكيكات تخلي الواحد دايما مش فرحان. تقرا الانجيل تقول بس بس الكلام ده مش معانا احنا، فدايما متشكك في كل حاجه. يبقى تاني علاج للحزن كيف يتحول الى فرح زين الشكوك من عندك وتمسك بالعود، قول الكلام ده بيحصل. هو المسيح عمره قال حاجه في الانجيل ما حصلتش؟ مش قال انه هيتجسد وتجسد، وقال انه هيتصلب واتصلب، وقال انه هيقوم وقام، وقال انه هيبعت روح القدس وبعت روح القدس، وقال انه هيكون لكم ضيق وادينا في ضيق. مش كل حاجه بيقولها بتحصل؟ اشمعنى لما يقول وعود تبقى يعني مجال شك؟ لا تنتظر الظروف انها تتغير عشان تفرح، لان انت دايما هيبقى في مشكله. يعني كان الواحد وهو صغير في ابتدائي مشكله حياته اللعب، يكبر من ابتدائي يخش في اعدادي الدراسه، وبعد كده نفسه يخلص دراسه، ويوم ما اتخرج كان فرحان جدا، ويوم ما اتجوز كان فرحان اكتر، ودلوقتي ما اعرفش وصل لايه اكيد.
يعني حس ان الموضوع ما على قد ما كان ساعتها حس ان ده منتهى اماله، لا طلع مش اخرة الامانة. وبعد ما اتجوز بقى نفسه يخلف، ولو ما خلفش متضايق عشان ما خلفش، ولو خلف متضايق عشان خلف واحد عايز التاني، ولو جاب اتنين مش عارف عايز البنت، وفي الاخر المطالب لا تنتهي. فلا تنتظر ظرف ما انه يتغير عشان تفرح، لان لما يخلص حاجة هتتحل. يعني ساعات واحد حاسس مشكلة حياته بس انه مش عارف يسافر، لغاية ما ربنا يكرمه ويسافر ويتبهدل ويندم انه سافر. وايه يعني هو السفر اللي كان نفسه يسافر هو ده اللي هيفرحه؟ مشكلة حياته انه يتجوز، طب اتجوز. مشكلة حياته انه يخلف، طب خلف او مخلفش. اوعى تفكر ان الحاجة اللي ناقصة دي هي اللي لو جت هتبقى في منتهى السعادة، لو جت هتدور على اللي بعدها. زي ما كان نفسك تتخرج ومش عايز حاجة من الدنيا غير انك تخش كلية معينة، واول ما جت دورت على اللي بعديها واللي بعديها، ولغاية لما تبقى جده عمال بتدور على ايه؟ مشاكل احفادك. عمر ما في حاجة هي اللي ناقصة واقفة عليها سعادتك، هتيجي هتدور على اللي بعدها. فلا تنتظر ان الظروف تتغير. الفرح ده حاجه من جوه، بالرغم من كآبه الظروف اللي بره، ممكن الظروف بره تكون عماله تزداد سوء والفرح من جوه عمال يزداد زي ايام الشهداء. الظروف من بره كانت عماله الاضطهاد يزيد، ومن جوه الفرح عمال يزيد. الفرح ملوش علاقه بالظروف. ثالث حاجه تفرح حقيقي وتمنع الفرح، الخطيه. لو في خطيه وانت مصمم ان انت ما تسيبهاش مش هتعرف تفرح. فدور اذا كان في خطيه مستخبيه، او انت يعمل نفسك مش واخد بالك عشان انت مش عايز تتنازل عنها. لو اتنازلت عنها ورميتها هتفرح بجد. من اسباب ان الواحد مش عارف يفرح وجود خطيه ومستقره، والواحد مزرجن عامل نفسه مش شايفها. لازم ترميها، لازم ترميها وتبيعها. هتلاقي نفسك بعد كده فرحت. افراح التوبه لا تضاهيها افراح. اللي متخانق مش عارف يفرح غير لما يعتذر ويصالح. مهما نحاول يفرح ومهما ندخل نفسه في انه يصلي وتمجيد العطرة ومش عارف ايه، لكن هو متخانق. خلص الخلايا هترتاح. حاجه كمان تخلي الواحد دايما فرحان، القناعه والشكر عكس التذمر. قناعه، في واحد ظروفه على قد كده لكن مبسوط، في واحد ظروفه كتير قوي ومرتاح قوي ومش مقتنع لسه عايز اكتر. عنده 15 محل وعايز المحل ال 16، فمتضايق. عايز ايه تاني؟ ما كده كويس قوي؟ لا مش مقتنع. وفي واحد يعني يدوب حاله على قد حاله خالص وفرحان جدا، ولا الغنى ولا الفقر هو اللي بيعمل السعادة، القناعة هي اللي بتعمل السعادة. والتذمر يخلي الواحد دايما مش فرحان. التذمر ده مش معناه الواحد يقول مزامير، التذمر ده الوحش اللي هو الواحد ماشي يعني يقول اوف اوف كده مفيش حاجة مريحاه. كل حاجة وحشة. القناعة الحمد لله احنا نشكر ربنا اللي احنا فيه ده. في واحد مريض بيبقى بس كل امله ان هو يروح التواليت من غير مساعدة ويقول الحمد لله انا كده صحتي كويسة. من الحاجات اللي تخلي الواحد فرحان ربنا مرتبها لنا الكنيسة. الكنيسة مكان الفرح. اتقال عنها في سفر نشيد الاناشيد: ادخلني الى مكان الخمر. طبعا مقصود الخمر اللي هو ايه؟ فرح. عشان الخمر زمان لما كانوا بيعملوا اي احتفال مشروب هو الخمر. الخمر خلي بالكم غير المسكر. لما قال له في ام صموئيل قال لها خمرا ومسكرا لا يشرب. في خمر وفي مسكر. الخمر ده اللي هو العصير الفريش اللي هو مثلا عنب معصور قبل ما نسبه الكحول تعلى فيه. فده كان المشروب اللي يتقدم في اي مناسبه. يعني مثلا عندنا فرح، عندنا واحد نجح، نقدم مشروب عصير لان ما كانش فيه مشروبات تانية وقتها. فالخمر اشاره زي ما نقول مثلا لبنت في ثانويه عامه كده ولا حاجه، نقول لها ايه امتى بقى نشرب الشربات، تفهم هي معناها ايه. احنا عايزين نشرب شربات ولا قصدنا نقول لها مبروك يعني تنجحي؟ او بنت في سن الجواز نقول لها هنشرب الشربات امتى، معناها انها يعني هتتجوز امتى، معناها هنفرح امتى. من اما تيجي سيره الخمر في الكتاب المقدس بالمعنى ده، ادخلني الى بيت الخمر، دخلني مكان الفرح في الكنيسه. طب الكنيسه فيها فرح ازاي؟ اول حاجه تخلي الواحد فرحان في الكنيسه انها بتخليه الكنيسه مكان السماء على الارض. المفروض انها بتدينا كده موديل للسماء على الارض، فنشوف السماء نقول الله نفسنا نبقى كده. علشان كده الواحد في الكنيسه بيشبع حتى في الحب النقي المقدس. عارفين المزمور بيقول هوذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوه معا كالطيب الكائن على الراس الذي ينزل على اللحيه لحيه هارون. حافظين المزمور ده في انجيل نوح.
المزمور ده معناه ايه؟ ان دي الراس وده الشعر طالع منه، الشعر طالع من الشعر من الراس، والراس اللي هي المسيح. فالشعب متجمع حوالين المسيح، الشعب بيحب بعضه، فلما طيب اللي هو الروح القدس ينسكب والنعمة والفضائل والبركة تنسكب، تيجي لكل الشعب. يعني ربنا يباركنا من خلال المسيح، يباركنا احنا الشعب لما نكون متجمعين بنحب بعض كلنا، مفيش شعرة تفلت من البركة. يعني لو في شعرة طالعة كده لوحدها مش ماشية مع الجروب مش هتاخد البركة. وبرضه كان ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، يعني الجبل ده لما تكون الدنيا ندى الصبح كل الورق يتبل ولا في ورقه تتبل ورق لا؟ كل الورق يتبل. البركه محدش يفرق من البركه لما نكون متجمع بمحبه، يعني بمعنى المزمور لما نحب بعض في الكنيسه ربنا يباركنا كلنا باختصار يعني. فربنا يباركنا لما نكون بنحب بعض، والعكس لما نكون في الكنيسه بناكل في بعض مفيش بركه. فهنا اسكن الى الابد، ربنا بيقول اسكن في المكان ده اللي فيه محبه الى الابد. في الكنيسه برضه سفر النشيد يقول علمه فوقي محبه، علمه يعني علامه حمايته ليا محبه، علامه حبه ليا اللي هو الصليب، علامه انه بيحبني ان المسيح اتصلب علشاني. طب يحميني الكنيسه مكان للحمايه، عشان افهمها لكم. يعني كان في التسعينات كده حصل، انتوا عارفين الكويت وايران المنطقه دي دايما فيها كده نزاع، فراحت ايران بعتت صاروخ دمرت ناقله بترول غاليه جدا للكويت، فالكويت اتغاظت مش عايزه تخش تحارب ايران. فراحت بعد شويه عامله نفس الحركه تاني ضيق جدا، راحت طلبت الحمايه الامريكيه، قالوا لهم ايه؟ حطوا الاعلام الامريكيه على السفن اللي فيها بترول بتاعه الكويت، بس حطوا الاعلام عليها، وطبعا ده مقابل مادي يعني. بعد شويه ايران ما خدتش بالها وراحت بعت صاروخ دمرت برضه ناقله بترول، راحت الطيارات الامريكيه كلها طالعه. ليه بقى؟ عشان انت دلوقتي ضربت باخره عليها العلم الامريكاني، فانت كده داخل بتحارب امريكا. راحت ايران وقفت على طول لان الموضوع هيكبر. هو ده اللي بيحصل بالظبط، علمه فوقي محبه، المسيح معلق العلم بتاع حمايته عليا. يجي الشيطان يخبط فيك يلاقيك وراك ظهر يرجع لورا، مالكش تمام يخبط فيك ويلطش فيك. فاحنا بنيجي في الكنيسه نحتمي، حتى بنعمل الكنيسه يسموها الفلك، فلك خلاص بنحتمي. نيجي في الكنيسه نستخبى من الشيطان ومن عدو الشيطان اللي حاربنا، ونقول له كنت جدع قرب لنا هنا وشوف بقى مين هيصدر لك، مش امريكا بقى، ربنا بنفسه والقديسين. فاحنا الكنيسه بالنسبه لنا مكان فرح ومكان حمايه. كل اللي عنده مخاوف بيجي في الكنيسه ويحط مخاوفه في الكنيسه ويقول لي رب نجيني بقوه الكنيسه والملائكه والقديسين والمسيح، تلاقي محمي. فاذا كنت مش فرحان بسبب ان انت خايف وعندك مخاوف وحاسس بعدم الامان، تعال احتمي في الكنيسه، احتمي في الحب النقي في الكنيسه، تشبع حب مقدس. من الحاجات اللي تسرق فرح الواحد في الكنيسه فخ الادانه. داخل في الكنيسه عشان تصلي وتتمتع بالحب والحمايه، بص تلاقي حاجه ما عجبتكش زي الفريسي والعشاري. الراجل داخل عشان يصلي ضرب بعينه لقى واحد تاني قال انا عارف الاشكال دي جايه تعمل ايه هنا، ادينا احنا الحمد لله ونصلي ونصوم ونقدم الشغل، انما ده جاي يعمل ايه ده؟ ما يروح عامل نفسه بيصلي وابتدى ينتقده، فطبعا ما خدش اي بركه وطلع مليان. من الحاجات اللي تسرق البركه وفرح الواحد في الكنيسه انه يقع في فخ الادانه او التذمر، مش عاجبه حاجه وايه ده النهارده الشباب سكنوا بيلخبطوا مش عارف اي حاجه. في الكنيسه تنعم برؤيه ربنا، رؤيه ربنا الواحد بيشوف ربنا في الكنيسه في الكتاب المقدس في حياته. كل ما تشوف ربنا اراكم ولا ينزع احد فرحكم. حاول ان انت تشوف ربنا ما يبقاش مجرد يعني ممارسه طقوس او وقت بتقضيه. لو للحظات حسيت باستمتاع باحساسك بوجود ربنا في القداس هيبقى ده اجمل وقت بتقضيه. وحاول يعني تشعر بشركه القديسين في الكنيسه وفي حياتنا عموما. احنا فرحانين لان لينا اصدقاء من القديسين، بنحل بيهم مشاكلنا، بندخلهم في حياتنا، بنفضفض معاهم. كل واحد محتاج للصداقه ومحتاج انه يحكي.
احكي لكم قصه حصلت مع تنيح. كان اسقف، وكان في وقت من الاوقات قبل ما يبقى اسقف كان اسمه استاذ كمال حبيب، بقى الان بابين من بتاع ملاو متنيح. وهو مره هاجم البابا كيرلس على المنبر، يعني هو بيوعظ كان قال والبابا مش مفروض ان كل حاجه صلاه وصلاه وبس، مفروض ان احنا لما يكون في حاجه نتواصل مع المسؤولين وما يبقاش بس كل حاجه كده بالصلاه، لكن لازم ناخد موقف. قال حاجه زي كده، فالكلمتين وصل البابا كيرلس فبعت له قال له تعالى هنا انت ايه رايك تفطر معايا بكره؟ قال له طيب. هو بيفطر معاه قال له خليك معايا بعد كده عشان ايه، انا عايزك زي سكرتير ليا النهارده. فاداله ورقه وقلم وقال له لما يجي لك حد اكتب لي بياناته وانا. فدخل واحد بيقول لي يا سيدنا صلي لي عشان ابني في الجيش وعليه محاكمه حربيه وهياخد سجن وهو يعني هيتبهدل، وارجوك صلي لي عشان يعني ربنا ينجيه. قال له خد بياناته يا استاذ كمال. استاذ كمال قعد يكتب بياناته واسمه ايه واسم الابن ايه ومشكله ايه، وبعدين ادى الورقه لبابا كيرلس فرح كاتب عليها يحول الى ملاك مخاييل والرد عاجل. فطبعا استاذ كمال يعني خد الكلام وقال طيب. جت واحده ثانيه اتخانقه مع جوزها بقى لها سنين طويله، وقالت له يا سيدنا انا مش عارفه ليه كده ونفسنا اننا نرجع لبعض بس هو قلبه قاسي قوي مفيش فايده. اكتب يا استاذ كمال. كتب اسمها واسم الزوج والواقعه يحول الى مريمينا والرد بسرعه. قصدي يوري الاستاذ كمال يعني شوف يعني احنا نحل مشاكلنا ازاي. استاذ كمال بعد شويه قعد يستقبل الناس وعمال يكتب يكتب، وبعدين في الاخر القصه دي حكاها ابونا تدرسي قوي. وبعدين دخل واحد الى اخره، ففي الاخر الناس بقى اخر يوم عايزه تمشي، فقال لهم يا سيدنا الناس عايزه تمشي. قال لهم مش يستنوا الرد؟ مش احنا كاتبين الرد عاجل هيمشي من غير ما ياخدوا الزود؟ فقال له خلاص الناس اليوم خلص والناس عايز تمشي. قال له طيب. وبعد شويه الست مشيت ولو رجع معاها جوزها. ايه اللي حصل؟ قالت له سيدنا ده جوزي ما اعرفش ازاي صالحنا، انا خارجه لسه متنكده ومعيطه، عربيه كانت هدسني كفيت على الارض، رزق العربيه طلع لسائل العربيه جوزي، فساعدت عليه كده وانا ايه رايك بقى نرجع لبعض من غير الموضوع بقى له سنين ومشاكل عويصه ونقلب الصفحه. قالت طب تعالى بقى نخش عند بابا كيرلس، احنا لسه كنت بطلب منه يحل لنا الموضوع ده. فدخل كان الاستاذ كمال قاعد، قال له ايه رايك يا استاذ كمال نكلم المسؤولين ولا نعمل ايه؟ قال له خلاص بقى سيدنا. قال احنا يا ابني ما نكلمش حد، احنا بنحل مشاكلنا بشركاتنا مع القديسين، هو ده اللي احنا بنحل بيه مشاكلنا معاه. والتاني جاله تاني يوم قال الولد خد معجزه بمعجزه، خد براءه من السجن الحربي. دي كانت يعني هيتسجن ما نعرفش ازاي خد معجزه. قال له ايه رايك يا استاذ كمال؟ مش كويس كده؟ قال له اه. فاحنا نتمتع في الكنيسه بشركتنا مع القديسين، ودي حاجه مهمه قوي. احنا كنيستنا كنيسه قديسين، عندنا صوم العذراء ده كله عمالين نرمي همومنا على العذراء ونقول لها اشفعي فينا وطلبتك دايما مستجابه من اول اوثقنا الجليل على مدى الاجيال. القصص كلها بتؤكد الشفاعه القويه للعذراء، فلنتمسك بالشفاعات اللي عندنا. كمان تحضرني قصه بتاعت اعطوهم قطعه ارض في الكاتدرائيه ايام جمال عبد الناصر، وبعدين السكرتير بتاعه كان موجود اللي هو الانبا ميسائيل في برمنغهام، كان كاهن راهب ومعاه واحد. فبعد ما ادوهم قطعه الارض جه الجيش ونزل عساكر ومخيمات في الارض، فجريوا على البابا كيرلس الأبونا مصيد ومع الشماس ده، وقال له يا سيدنا ظهر ان الحكومه رجعت في كلامها واخدوا الارض، والجيش عمال ينزل معدات وما اعرفش ايه اللي بيحصل. قال لا 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 انا مش هسكت، انا هخش اتصرف. وراح داخل الاوضه جوه سامعينه بيزعق الكلام ده مش هينفع، احنا اتفقنا وقلنا ان الارض دي هتبقى في الكاتدرائيه وكنيسه، وعادي صوته عالي يعني. وطلع بره فقال له اكيد كان بيتكلم في التليفون، فبيقول له ايوه يا سيدنا الشماس، بيقول له بركه سيدنا كان لازم تتصل بحد من المسؤولين عشان الموضوع يخلص. قال له مسؤولين يا ابني انا كنت بتكلم مع ماريموروس. فراح الثاني قال له ماريموروس يعني قابلني بقى شكلنا كده نتكلم اي كلام. فبص له خلص مش روحوا شويه كام ساعه كده، كانهم جارين على الباب. يا سيدنا
الجيش جه ولما كل حاجة عمال يلم لم 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 ومشي وما نعرفش ايه اللي حصل. قال له ايوه هات الشماس اللي كان معاك ده، شفت يا ابني احنا بنخلص مشاكلنا ازاي؟ بنتكلم مع الناس الكبار، ما بنتكلمش مع حد من المسؤولين، نتكلم مع الناس الكبار. وهكذا احنا عندنا كنيسة غنية بالقديسين، لما يكون عندنا مشاكل بنستمتع اننا نحطها قدامهم ونشوف ايد ربنا بحسب مشيئته في حلها. اخر حاجة تخلينا فرحانين دايما مش اننا ناخد، عارفين الطفل الصغير يفرح لما تديله حاجة، واهم حاجة انه ياخد، ان شاء الله ياخد الحاجة ارميه، لكن المهم انه ياخد. احنا بقى في الكنيسة عندنا العكس، مبدأ تاني، بنفرح لما ندي مش لما ناخد. كل ما تدي كل ما تفرح، كل ما تاخد ولا حاجة. فتعلم ان انت تفرح في العطاء، عشان كده كل ما حافظين آية مغبوط هو العطاء، ومناسبة مغبوط دي كلمة مش واضحة للأطفال عشان اللغة، كنت مرة بيحفظوه في مدرسة الأحد عندنا، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. قلت له تعالى حبيبي انت فاهم يعني ايه مغبوط؟ قال لي ايوه انا لسه مغبوط في راسي امبارح. قلت له بص لازم تحفظون باللغه بتاعتهم، عشان حكايه مغبوط دي كلمه لا تعني شيء عند الاولاد. يعني ايه مغبوط ان هو العطاء اكثر من الاخذ؟ يعني يا بخت اللي يدي مش يا بخت اللي ياخد. يا بختك لو انت اتعلمت تفرح حد مش حد يفرحك، تساعد حد مش حد يساعدك، تدي لحد مش حد يديلك. لو اتعلمت المبدا ده هيكون مصدر للفرح. اراجع، اول حاجه تفرح قراءه الانجيل ودراسه الانجيل والتمسك بمواعيد الانجيل، الايمان بالمواعيد وليس الشك، لا تنتظر ظروف تتغير، التوبه، القناعه والشكر عكس التذمر، الكنيسه بما فيها من قديسين وبما فيها من افراح، وخلي بالك من فخ التذمر والادانه، رؤيه القديسين، والعطاء وليس الاخذ. كل ده يخلينا دايما فرحانين، عشان كده المسيحيين في القرون الاولى كانوا دايما فرحانين. يقول له انت قابلت واحد مسيحي النهارده عشان الفرحه مرسومه على وشك، انما النهارده تشوف المسيحيين للاسف كل واحد عامل يقول لك الحمد لله وكانه يعني خلاص قرب يعيط. طب على ايه؟ ربنا يدينا اننا نفرح فرح روحي لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين.